بقيادة التاكسي بلشت بأول رمضان بالأزمة، يعني أول ما بديت الأزمة، يعني تقريبا تقولي شيء 17-20 رمضان بلشت أخذ. بالأول أخذت رفقاتي، بالأول أخذهم أوصلهم، بعدين حطيت بطاقة هيك ورقة أني على العائلات فقط، كمان ما مشي الحال. بعدين توكلت على الله واشتغلت، قلت يلا تاكسي. بدنا نشوف اليوم حلب بعيونك، بعيون أم النور. والله حلب هي يعني بدي أقول لك أنا روحي فيها، لأنه كتير 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 غالي علي. أنا صار لي صح لي كتير مجالات أني أسافر وأطلع، بس ما قدرت ما بقدر، يعني قلبي فيها أروحي فيها، لأنه أنا هون خلقت وهون بدي أعيش وهون بدي أموت، ولأنه بلدنا هي يعني إيش بدي أقول لك، هي اللي ضمتنا، هي اللي ساعدتنا، يعني ابني فيها. ايه الحمد لله رب العالمين، الله اكرمني بهالشهاده لابني واكرمه. الله يرحم ترابش. امين. اوقات هيك بيسالوا الناس معقول سيده عم بتسوق تاكسي؟ تعرضتي شي مره لهالسؤال؟ والله كثير، مين ما بطلع معي اني شلون عم تتحمل، بستغرب اني سيده عم تتحمل مشقه شوفير التاكسي. يعني بتعرفي هاي المهنه شوي صعبه يعني، بس الحمد لله رب العالمين، الله قواني والحمد لله. أنا إرادتي بعد الله، هو من عند الله، إرادتي شوي قوية الحمد لله رب العالمين. ما فرقت شيء، أمنا وأختنا ومرتنا وبنتنا وكله الحرمي، يعني نحن منشجع الحرمي تشتغل بعد تاكسي. في سيدات اليوم بفضلوا يركبوا معك؟ كتير كتير كتير، يعني كتير، وبتمنوا أنا يعني كل ما وحدة تطلع معي أو أول مرة تطلع معي تتمنى إن هي كمان تحاول هالتجربة هاي، لأنه نحن شعبنا شعب قوي. شو بتقولي لكل امرأة حلبية هي قادرة تعمل شيء مهما كان في ظروف صعبة؟ بقول لها لا توقفي عند حد معين، ضلي اشفي بمخيلتك، اشفي عندك شيء تصميم براسك أنت رايدة تعمليه عمليه، المهم اني شيء مفيد لك وللخلق، او اني يعني لا تحط شيء اني تقول والله هذا عيب وهذا، اذا ما فيه شيء عيب بدي اساويه وانجز منه شيء حلو، مو عيب. سلام يا اهلا وسهلا، نورتونا، والله ينصر جيشنا وينصر قائدنا وينصر شعبنا، وبلدنا كثير 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 حلوه، وهي لأنه حلوة هيك سووا فيها. راجع إن شاء الله. إن شاء الله راجعين للأحلى إن شاء الله وللأحسن إن شاء الله تعالى.